شيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى وغفر له من علماء الأمة الأفذاذ رحمه الله الذين أنتجوا نتاجا ملموسة محسوسة، ومن هذا أولئك العلماء الذين نفع الله بهم العباد والبلاد، فهل عطرتم مجلسنا ببعض ما تذكرون من توجيهاته التربوية؟ كان رحمه الله من خيرات العلماء الأفذاذ، ولا أعلم أني لقيت أحدا أعلى منه ولا أفضل منه رضي الله عنه وأرضاه، ولا أنصح منه الأمة والتلاميذ رحمه الله، وقد أحسن كثيرا وتخرج على يديه جم غفير، نفع الله بهم العباد والبلاد، وكان كثيرا ينصح الطلبة من إخلاص لله والطلب والاجتهاد والطلب وحفظ الوقت، ويسألهم عن المسائل التي تدربهم على البحث وإقامة الدليل، وكان فعل هذا معنا ومعي ومع غيري كثيرا، فهو من فيما علمت من أنصح الناس لله والعباد. والله لا أعلم أنصح من في وقته، ولا أعلم من في وقته، رحمه الله ورجو أرجو أن أكون حسنة من حسنات، رحمه الله الله، هو من خيرة عباد الله ومن أنصح عباد الله ومن أفضل عباد، جزاه الله عنا خيرا ورحمه وأحسن مثوبته، إنه جل وعلا كمان، ولعل بعض الأخوان يخبر عن شيء أنا نشق عنه الكلام عنها عنه، رحمة الله عليه رحمه الله وأكرم مثوبه، الله يقبل له وتغمده ورحمه، وهو أحب الناس إلي بعد رسول الله وبعد أصحابه رضي الله عنهم ورحمه. نعم.